السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معاكم النهارده كيكه شوكولاته رائعه فعلا. كيكه شوكولاته هتجربوها وهتشوفوا، شوفوا شكلها وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول. شوفي الشوكه ماشيه ازاي فيها، هتقطعي شوفي الهشاشه، درجه الهشاشه بتاعتها. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي بيضتين عليهم سنه فانيليا، وعندي 170 جرام دقيق، و40 جرام كاكاو، و130 جرام سكر، و70 جرام زيت، و3 جرام بيكنج باودر، و3 جرام كربوناتو. دي الخامات اللي عندي. اول حاجه ابداها اضرب البيض الاول مع السكر، الخطوه العاديه خالص. انا بتكلم كيكه هنعملها ببيضتين بالظبط، هتشوفوا شكلها وهتشوفوا منظرها. اهيت ضربنا البيض مع السكر بالمضرب الكهربي لحد ما لونه يغير بالشكل ده. هبدأ اديله الزيت خط رفيع عليه، والضرب شغال بالمضرب اهوت. ساعة ما الزيت بينزل على البيض والضرب والمضرب شغال، هي نفس فكرة المايونيز، تقليب مع خط زيت رفيع بيمسك على طول، بيحفظ الفوليوم بتاع البيض اهو زي ما انتم شايفين اهو. وفي بعض الانواع بنسخن الزيت زي الفادج والحاجات ديت. حطينا الزيت كله خط رفيع ومستمرين في التقليب شويه لحد ما يختلطوا برضو ببعض. هبدا بعد كده احط الكاكاو، وطبعا بيفضل كاكاو اللي هو المر مش الكاكاو اللي هو عليه سكر. وعليهم البيكنج باودر، 3 جرام بيكنج باودر و3 جرام كربوناتو. هندخل ونشوف. نخلنا الدقيق بتاعنا وهنقلب العجينة عادي خالص زي ما بنقلب أي عجينة تانية، في الأول كده بالراحة وبنقلب بعد كده براحتنا أهو لحد ما العجينة تختلط تماما مع بعضها. طبعا أما هتختلط هتمسك، مش هتبقى بالشكل اللي قدامك ده، هتبدأ إن هي تمسك لأن لسه لها خطوات تانية في عندنا أهو. تشوفوا تبدأ تمسك دعكتها كويس لحد ما نعمل اهي شايفينها. طيب في عندي بقى 130 جرام ميه بتغلي، عشان كده ما حطيتهاش في الاول عشان ما تبردش. دي ميه بتغلي 130 جرام اهي، هحطهم اهي دخانها طالع اهي لو انتوا واخدين بالكم، على العجينه بتاعتنا. وهقلبها، هبدأ أقلب بالراحة كده وأفك. معلقة تكون جامدة مش معلقة طرية، أو بالمضرب السلك ماشي الحال أهوت. بقلب لحد ما العجينة بتاعتي تفك خالص. الكيكة دي فيها شغل كتير قوي، يعني بعد ما بتعملي الكيكة ممكن تعملي منها أشكال كتير قوي، هنتكلم فيها في وقتها، بس ديت أساس لحاجات كتيرة جدا أهو. قلب الخليط كويس أهوت، تقلب كويس كويس لحد ما تختلط تماما. وبعدين عبى في عندي في الصينية، الصينية بتاعتي مقاس 20 أو الفورمة مقاس 20 أو أي حاجة عندك، يعني مقاس 20 مربعة مدورة براحتك. فضيت فيها الخليط وهساوي وشها وعلى الفرن على طول على 170 درجة. هتاخد لها من 40 دقيقة ل 35 دقيقة على حسب فرنك على الشبكة اللي في الوسط اهو. طيب وهي في الفرن بقى هنعمل الصوص بتاعها اللي احنا هنحطه على الوش. عندي ايه؟ عندي 30 جرام زبدة و50 جرام حليب اهمت، و75 جرام شوكولاتة. هنخش بالزبدة واللبن على النار لحد ما يغلي، هجيبه وافرغ عليه الشوكولاتة اللي انا كسرتها لحد ما يدوب الشوكولاتة تدوب فيها. ده الجناش اللي احنا هنحطه على الوش بتاع الكيكة اهو. قلب اللبن سخن هو والزبدة، فهتسيح الشوكولاتة على طول، هتسيح الشوكولاتة وهنركنها جنبنا عبال ما نشوف هنعمل ايه في الكيكة اللي عندنا. كيكة بسيطة جدا وشكلها جميل جدا. لو عندك أي مناسبة مش هتكلفك حاجة اهيت، طلعت من الفرن اهيت زي ما شايفينها اهيت، هنسيبها تبرد وبعدين نبدأ نتعامل معاها.
بردت الكيكة اهي خلاص، هقطع وشها من فوق، وشها اللي هو بسوي الوش بتاعها اهوت زي ما انتم شايفين. دي بيضتين يا اخوانا اللي عاملة الكيكة دي، بيضتين اهوت. هشتري الوش، طبعا الوش هشتغل بيه مش هرميه. وادي الكيكة اهي مفتحة، شايفين شكلها مفتح جدا اهيت. هركنها في جنب. الوش بقى بتاعها ده هيتحط عندك في الكبة، يتضرب بيبقى زي الرملة بالظبط، يتضرب يبقى زي الرملة. الوش اللي احنا شيلناه ده حط عليه بس معلقتين سكر بودرة، وعلى كده متشكرين. وهقلبه في بعضه، لو في كبة الكبة هتعمل الواجب معاه، لو مفيش كبة يبقى على ايدك كده زي ما انا بعمل، هخليه زي الرملة بالظبط، زي الرملة بالظبط. ادي بقى الكيكة بتاعنا، وادي الجناش اللي احنا عملناه اهوت. طبعا كان مسك، جريته شوية على النار لحد ما فك، وفرغته كله على وشه. هو مظبوط عليها، المقدار مظبوط عليها جدا اهو، مقدار مظبوط عليه. فرغت الجناش اللي انا عملته، وفي طرف السكينة عندك كده، او المعلقة اللي انت بتشتغلي بيها يعني، هتساوي الوش كده وتنزلي الزيادة على الجنب. على الجنب ليه؟ لان هلفها برضو، هلف الجنب بتاعها باللي نزل ده اهوت، خطوتين كده بساوي الوش بتاعها اهوت. الجنب بقى هلفه كله بالجناش اللي هو نزل منها ده اهو، واخد من هنا احط هنا، وهظبط الجناب بتاعتها بالجناش اهي كده بقى. انت لو انت عايزه تغيري في الموضوع بقى، عندك اي حاجه هتحطيها في الجنب. انا خدت التورتيه على ايدي اهيت، وادي الاسبونش الوش اللي احنا خدناه فرمناه مع سكر البودره اهو، بدي للجنب للجناب بتاعه التورتيه. هلف الجناب كلها بالاسبونش ده، وهرجع اخد من فوق اغطي برضو من فوق. انا بعمل لك ابسط حاجه واسهل حاجه، ما حبيتش ان انا احط حاجة على وشها، عايز تكلفة اقل وعايز جودة اعلى. ديت يعني اقل تكلفة ممكن انك تتكلف فيها، ممكن نعمل شغل كتير فيها على وشها، بس هيرفع من تكلفتها ومش هتفرق كتير الدنيا يعني. غطيت الوش كله برضو بالكسر بتاع الاسبونش اهو اللي احنا عملناه بسكر بودرة، ورشيتها بسكر بودرة علشان ابين وشها. بيبقى عامل زي التلج اللي نازل كده على البيوت عند الانجليز، شكلها بيبقى حلو على فكرة قوي. وهيت قدامنا اهيت كيكة هشة وجميلة ومكسية بالملفوفة كلها بالجناش، شايفين شكلها اهوت. عندك عيد ميلاد، عندك اي مناسبة تعمليها اهي، شوف العلو بتاعها قد ايه. احنا بنتكلم في بيضتين، بيضتين اي حد بيعملهم الصبح وبيفطر، خلاص خلصت الموضوع. هنقطع حتة كده ونشوف شكلها ايه. خدي بالك دايما من الحاجات دي، والسكينة هي نازلة في الحاجة، شوفوا السكينة نازلة ازاي يعني. وانتوا بتتفرجوا على اي فيديو، مش بتكلم على الفيديو بتاعي بالذات، اي فيديو شوفي، بص على السكينة نازلة ازاي في الحاجة، بص على قطعية الشوكة فيها، هتعرف اذا كانت الكيكة ديت كويسة ولا مش كويسة. وطبعا كلكم بتفهموا في المواضيع ديت، انا مش بس انا بتكلم عن خبرتي انا في المواضيع يعني، ان انا بالعين بعرف اذا كانت الكيكه دي كويسه ولا وحشه من غير ما ادوقها اصلا. انا يعني شوفوا نزلت الشوكه فيها دي، يعني ايه يعني هشاشه، يعني هشه جدا، يعني مش مكتومه، يعني مظبوطه، يعني طعمها كويس. لان هي طالما هشه كده يبقى طعمها كويس، وعليها الجناش هتبقى حاجه كويسه، مش محتاجه بصوا عليها من جوه، من الهشاشه بتاعت شربت الجناش نزل فيها من جوه اهو، يعني فاهمين الموضوع ماشي ازاي. وان شاء الله تجربها وتعجبكم جدا، ان شايفها مناسبه للايام الجايه ديت، عيد ميلاد واحتفالات للناس. وكل سنه وانتم طيبين، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.